هذا ويتيح مهرجان البحرين للتراث الفرصة للجمهور للاستمتاع بالموروث الشعبي لمدة أسبوع كامل في الخيمة الواقعة بين متحف البحرين الوطني ومسرح البحرين الوطني. ويجسد المعرض موروثات البحرين العريقة من فنون شعبية وحرف يدوية تقليدية، ويتضمن سوقا لتقديم المنتجات التقليدية والمعاصرة. الزميل بسام البدوي زار المهرجان وعاد بالتقرير التالي. موعد مع خطى الأجداد والأسلاف للمرة 24 في مهرجان البحرين للتراث. فهنا مثلا في زمن اللؤلؤ تستدرجك مواويل النهمة، وكأنك في قائمة بحارة اختارهم النوخذة ليوم الركبة. في خيمة محاذية لمتحف البحرين الوطني، دشنت هيئة البحرين للثقافة والآثار مهرجان التراث، وأدرجت بين أركانه أركان الموروث الشعبي البحريني، وعنونت نسخة هذا العام بعنوان موجات صوتية من البحرين. كلنا نعلم أن هناك طقوس تصاحب الرحلة من بدايتها، من خروج البحارة من البحرين، من الأغاني والأهازيج التي تغنيها النسوة، ترقبهن لعودة البحارة من رحلة الصيد. كل هذا جسدناه في بعض المجسمات التي تحكي هذه القصة. في هذه المناسبة دائما نحب أن نجدد شكرنا وخالص تقديرنا لجلالة الملك لدعمه اللامحدود ولتأسيس بنية تحتية للثقافة نعتز بها. وحتى 21 من أبريل الجاري سيكون الجمهور على موعد مع ترانيم فنية تعطي تجاربا سمعية وبصرية تستعيد ذاكرة التراث البحريني، وسيلتقون بأمهر الحرفيين البحرينيين الذين يزاولون الحرف التقليدية اليدوية. يعني طبعا احنا طورناها من اول صناعة على سبابق عادية الى نحن سويناها سلال وضمينا اياها الوان والسلال صارت يعني لها اسامي معينة، يعني مثلا هذه سلة البايركس، هذه سلة العروس، في سلة مكسرات، في سلة الخضروات، في سلة الرطب، وهذه أنواع يعني من السلال. احنا عندنا هاي الله يسلمك قديمة الشغلة. أول شيء كنا نبيع الأخشاب على السفن وعلى البنيان، وأنا تحربت هاي صناعة السفن الصغيرة تقريبا الحين خذت لي 20-25 سنة اليوم. تجسيد كهذا لا يمكن أن يكتمل من غير مشهد سوق قديمة تبيع للزوار ما أنتجت من منتجات تقليدية، ولا يكتمل أيضا من غير أن يتذوق المارة ما أبدعت بصنعه أمهات البحرين من أطباق بحرينية تطقى بنكهتها أرجاء المكان. في زمن قبل زمن أجيال عديدة من الصعب أن ترسم مخيلتك أجواء كاملة، ولكن من السهل أن تعيشها كما كانت في مهرجان البحرين للتراث. بسام البدوي، المركز الأخبار، تلفزيون البحرين.